تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد العلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحده سكنيه وذلك في اطار التوجيهات الملكيه الساميه لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشان بناء 40000 وحده سكنيه. واصلت وزاره الاسكان توزيع الدفعه الثالثه لوحدات بمدينه شرق الحد على المواطنين المستفيدين وسط اجراءات احترازيه راعت فيها الوزاره جميع الاجراءات المتبعه والصادرة عن وزارة الصحة وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. يأتي توزيع الدفعة الثانية لوحدات بمدينة شرق الحد الإسكانية بما ينسجم مع إتمام المرحلة الثانية من مراحل تشغيل المدينة التي تستوعب وحداتها فور اكتمالها إلى ما يزيد على 28000 نسمة، وتزامنا مع اكتمال نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لهذه المرحلة بعد أن قامت الوزارة في وقت سابق بتوزيع وحدات الدفعة الأولى لهذا المشروع. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، واصلت وزارة الإسكان اليوم توزيع الدفعة الثانية من حي الجليع الإسكاني واللي يتضمن 740 وحدة سكنية واللي يأتي ضمن مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني. ولله الحمد عملية التوزيع تمت بسلاسة ونجاح وتم تطبيق البروتوكول المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا. أشكر سيدي ولي العهد الأمير سلمان بن حامد الخليفة على مكرمات من عنده وتوزيع بيو شرق الحد وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. والله أول ما اتصل لي الشخص قلت له والله 9000 دينار تسأل عن الخبر الحلو دي. طبعا أول شيء بلغت الوالدة والعيال يعني طبعا يعني بلغتهم يعني. نشكر ولي العهد الله يطول بعمره وبعمر العائلة الرشيدة، وثانيا مدينة الصراحة ما تنوصف، يعني ما أقدر أعبر أزيد من اللي شفته. والله يطول بعمر العائلة الرشيدة والحمد لله على كل حال، ما تنوصف الفرحة، مستانسين يعني جايين نسحب ورايحين نشوفها. مدينة والله مرتبة فيها خدمات الحمد لله يعني تشوف، وتوفقنا. أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد على تخصيصه ورعايته لمشروع شرق الحد.